انا متلخبط، يعني ايه سلالم؟ يعني ايه مقامات؟ يعني ايه باترنز؟ انت زفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. النهارده احنا هنوضح حاجه بسيطه جدا الناس كلها متلخبطه فيها. الناس بتتكلم عن السكيلز وعن الباترنز وعن المقام، في تلات حاجات كده هم بيتكلموا عليهم على طول متلخبطين بينهم. السكيلز اللي هي السلالم، السلالم ده سلم، ماجير ميجر سكيل، سكيل هو السلم. سلم بمعنى انك انت بتبدأ من نوتة وبتنتهي عند نفس النوتة، ده هو ده السلم. يعني مواصفاته، لما انت هتلعب سولو او انت هتعزف بالسلم ده تعمل لحن، مش هتمشي طبعا خطوة خطوة زي السلم كده، لا، ده سلم، سلم بيزك، يعني ده الاساس بتاعه. ده معنى انك انت لو انت عديت على الخطوات اللي على السلم دي بأي ترتيب هتبقى انت في نفس السلم دوت، ما طلعتش برا. طيب كده مثلا انت في السلم دلوقتي، سلم لا ماجير. طيب ايه هو المقام؟ المقام هو السلم، انت بتعزف من نفس السلم دوت، يعني انت في المقام دوت، في مقام لا ماجير. لو انت تغيرت السلم في وسط المقطوعه وحولت بطريقه ما الهارموني بتاعك ان هو يقول لك انك انت رايح سلم تاني وبتعمل لحن من سلم تاني وترجع تاني، هي دي الشطاره بقى بتاعت الملحنين، بيتنططوا ما بين السلالم في نفس اللحن. بس الشطاره انك تعرف تحط الكورد اللي هينقلك مثلا من السلم ده يوديك السلم التاني، او النقله الهارموني او الجمله اللي موجوده في السلمين المشتركه بحيث تنقل من هنا تروح موديل سلم تاني وترجعه تاني. دي الشطاره بتاعت الملحن اللي هو بيخلي الخلفيه الهارمونيه شويه مشوقة للمستمع، ما تبقاش الموضوع ممل عمال يسمع حاجة واحدة، سلم واحد، او عمال يسمع مثلا لحن واحد او تيون واحد عمال يتكرر عمال يتكرر، الناس هتمل. فمن الادوات اللي الملحن بيستعملها ان هو بيستعمل الحاجات ديت علشان ينوع شوية في اللحن بتاعه، يغير سلالم ويرجع تاني. كان شاطر في الموضوع دوت كل ملحنيننا طبعا، اهمهم طبعا الاستاذ بليغ حمدي الله يرحمه والاستاذ عمار الشراعي، الاثنين دول كانوا شاطرين جدا في الموضوع بتاع تغيير الالحان دوت. طيب احنا عرفنا دلوقتي السلم والمقام، يعني ايه باترن؟ ايه الباترن ديت؟ ما انت كده عرفنا ان السلم هو المقام. دلوقتي عشان الجيتار كآلة احنا ما عندناش المفاتيح البيضة والسودة زي اخواننا بتوع البيانو، فانا دلوقتي لما بحط صباعي هنا يعني في وسط المسطرة انا مش هبقى عارف انا فين كتير قوي، يعني هتاخد مني جزء من الثانية عشان اعرف في الاول طبعا، انما بعد كده ما هتحفظ المسطرة كلها هتبقى طبعا الموضوع سهل. اما بحط صباعي هنا لازم ابقى عارف انا فين، طب اكمل من هنا فين، اطلع على سلم ايه، او لو انا عايز اعمل دلوقتي سلم اللا ماجير بس عايز اعمله من حتة عالية مثلا، طب انا اعمله ازاي من هنا؟ هقعد بقى ادور، دي لا، وبعدها همشي بعدها مسافة، وبعدها همشي بعدها مسافة، وبعدين اكمل مسافه ولا انزل على الوتر اللي بعده. ايه ده، ايه ده موضوع كبير قوي وقصه. قال لك عشان يسهل على اخواننا بتوع الجيتار، انت ما عندكش سلالم واضحه قدامك على البيانو زي ما انت شايف كده، احنا هنعلمك حاجه اسمها باترنز. باترنز زي باترون بتاع الخياطه بتاع زمان بتاعت الناس اللي كانت بتفصل هدوم، الباترون اللي بيفصلوا عليه في مصانع الملابس الهدوم عباره عن قطعه، لو حطيت القطعة ديت على قماش دمور هتطلع، على قماش كتان هتطلع، على قماش صوف هتطلع، نفس الحتة بنفس المقاس، الباترون، الباترن. طيب الباترن ديت 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 2 4 1 2، قالك دي بتطلع السلم الماجير. طب لو انا اتحركت نص خطوة هتعملي نفس السلم، طب اتحركت 10 خطوات، فده معناه ان السلم معايا الماجير ثابت. طالما انا حفظت الباترن ديت او انا حفظت الباترون دوت، لو عملته من اي حتة من نفس الصباع اللي انا بدأت منه على نفس الوتر خلاص يبقى انتهت، هعمل نفس السلم دوت بس من مقام تاني، يعني هعمل دوت يبقى ده جي ميجر،
ده سي ميجر. يعني ما فكرتش انا لو عايز اعمل اي سلم دلوقتي هعمله بان انا حافظ الباترن. الحافظ الباترن ده في باترنز مختلفه. بتوصلني للسلالم اللي انا عايزها في الوقت اللي انا عاوزه. في باترنز مختلفه توصلني للسلم اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه. ببداه من صباع الثاني، ببداه من صباع الاولاني، من صباع الرابع. فكل مكان في المسطره انا غطيته دلوقتي بباترن معينه هتسهل لي العمل بتاعي لما انا هشتغل على سلم او العب على مقام. فهي مجرد الباترن ديت هي مجرد طريقه ان انا بقدر اعزف بيها السلالم عشان ابقى في المقام بسرعه من غير ما افكر كتير انا هعزف ايه. الباترن زي بتسهل لي جدا كجيتاريست ان انا اوصل للسلم اللي انا عاوزه. واشوفكم المره الجايه.